لعبنا مباراة ودية مع نادي حسين أوربيد، الحمد لله يعني قدر الإمكان يعني استفدنا كثير، وأنا برأيي يعني كانت الفائدة كبيرة، وخاصة إنه لاعبين المنتخب ما كانوا معنا، يعني بنقص من لاعبين المنتخب. بإذن الله نحن ضمن الظروف اللي الاستعدادية اللي صحت لنا، الشباب كلهم الفريق ككل الحمد لله وإدارة وجهاز تدريبي عازمين إنه هن يقدموا مباراة قوية، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا ونحقق 3 نقاط. نحن هلا خاصة المباراة الافتتاحية ال3 نقاط هامين جدا، بقى بإذن الله هالشيء هذا يعني نوعد إنه الجمهور إن شاء الله إنه ما حيخيبوا ظنكم بإذن الله اللاعبين، لأنه كمان أنا بعتقد أنه من مباراة مبارح يعني صار التركيز عالي، وصار كل الأمور إن شاء الله للمباراة الاستعدادية لح تكون بشكل صحيح، خاصة بتواجد السيد رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، كلياتهم الكل ملتفين حول النادي وحول اللاعبين. المباراة مثل ما بتعرفوا يعني هامة جدا جدا، خاصة انه هي افتتاحية. نتأمل مثل ما قلنا انه ان شاء الله نفوز بهالمباراة ونسعد جماهير نادي الفتوة، لانه نحن ما عم نمثل بس نادي الفتوة، عم نمثل سوريا كلها. هذا شيء مهم جدا، ودائما واضعينه بنصب عيوننا انه هذا الفوز دائما بيكون للبلد كله. شكرا لكم. يعني الحمد لله احنا احسننا نشارك جميع اللاعبين، وان شاء الله يعني اللاعبين كلهم بخير. نتأمل ان شاء الله ما يصير اصابات للمباراه، وخاصه بعد عوده لاعبين المنتخب من مباراه الاستعداديه بالصين. يعني قلت انه الفريق كله يعني عازم على تقديم مباراه قويه تسعد هالجماهير ان شاء الله، ونفوز فيها بإذن الله تكون افتتاحية خير بمسابقة الاتحاد الآسيوي. وخلينا ماشيين مثل ما بيقولوا هلأ مفكرين بالاتحاد الآسيوي ومن ثم الدوري إن شاء الله. الفوز يكون حليفنا، لأنه هذا الفوز ده حيكون لسوريا كلها، مو بس لنادي الفتوة، حيتصعد فيه جماهير السورية وجماهير نادي الفتوة بالأخص، اللي هن بحاجة وشوق من بعد ما حققوا بطولة الدوري يحققوا بطولة خارجية إن شاء الله تكون من نصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد كل يعرف إحنا جايين هنا لمهمة بشكل رسمية، هي لبطولة الاتحاد الآسيوي. إن شاء الله نقدم صورة تليق باسم نادي الفتوة. إحنا طالعين نمثل الوطن مش نادي فقط. أمس كان عندنا مباراة كثير مهمة مع نادي حسين أوربيد اللي متصدر هو دوري الأردني، قدمنا مباراة كثير كبيرة، احنا استفدنا من الناحية البدنية التكتيكية، وبالآخر في تجربة كمان لاعبين كان المدرب بده يجربهم بده يشوفهم على الواقع. هلا عندنا كمان كم يوم التحقوا لاعبين المنتخب، هلا صفوفنا إن شاء الله كاملة بإذن الله، عندنا مهمة إن شاء الله نكون قدها. لاعبين نحن متهيئين أكيد لهي المباراة، نحن عارفين لشو جايين، نحن جايين سياحة أو أي شيء، الكل في التزام انضباط، إحنا طالعين نمثل وطن إن شاء الله رب العالمين الله يكرمنا، وهي الأهم شيء هي البداية دائما بكل البطولات. بإذن الله نأخذ 3 نقاط بإذن الله حسب مجريات المباراة، حسب إذا إحنا كنا بيومنا، الله يوفقنا ونفرح الجمهور اللي ناطرنا إن شاء الله.